فريد ما بيحبكيش. ما يحبهاش ليه؟ ما هي زي الوحش لو مؤاخذة قدامك، ان ما كانتش دي تتحب مين هيتحب؟ وانت بتحب اخته مش كده؟ دلوقتي انا بحب فريد نفسه. حب مين؟ دلوقتي انا بحب فريد نفسه. استنى بس، تحب مين انت؟ هو المسلسل ده كان سنه كام يا جماعه؟ انت ما تعرفيش فريد ده بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لك ايه؟ عيب عيب، ما ينفعش تقول الكلمه دي. يعني ايه بالنسبه لك ايه؟ مش احنا اللي المفروض الكلام ده بيتقال لنا احنا ولا احنا اللي بنقوله ليكو؟ ايه؟ لا علم حضرتك، انا بحب يوسف. يخرب بيتك يخرب بيتك بجد، وانت كمان بتحبه ازاي؟ مش حب اخوي كده نقف جنب بعض في المشاكل ونسد عن بعض الديون، ولا حب من نوع اخر؟ يخرب بيتك. وتبقى فضيحه يا فريد يا ابني. فضيحه ايه دي؟ حرام، علاقه محرمه. والخال كله يعرف انك لا. انت اللي فارق معايا ان الخال كله يعرف؟ البلد كلها عرفت انه استغفر الله العظيم يا رب. لا لا، ايه ادائك ضعيف؟ لا، وعلى وشه على طول. البر كله هيتحاكى بالحاج سلامه واولاده. انت خليت فيها حج يا حج، خلاص الامور فلتت من تحت ايدك. مش هيتقال اكتر من اللي بيتقال على يوسف. هو يوسف كمان بيتقال عليه مسكين في سيره الراجل؟ استفدت ايه لما فضحته؟ ما عندكش اخوات صبيان؟ انت عارف ميه النيل دي كلها مش ممكن تطهرنا من اللي احنا فيه. ولا الموضوع وصل لحد فين يالا؟ ايه طلع حامل ولا ايه؟ اسكت يا فريد. يوسف انا ما كنتش عايزك تحبني الحب ده. يخرب بيتكم. ولا اظبط نفسك انت هو يا بعدنا عن بعض كتير قوي يا فريد. بتحبني؟ بحبك، بموت فيك والله يا اخويا. بتحبوا مين يا فجر؟ بتحبوا مين يا فجر؟ ضغط يا فجر، حرام عليكم. يعني انا بني ادمه، يعني لا في الحقيقه ولا في التمثيل عارفه اواصف معاكم الدنيا ماشيه ازاي. مش كده مش كده، اصبروا عليا. هي هم شهرين ثلاثه وطالعه بره البلد، مستعجليني على ايه؟ واحده واحده.